السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ناس زمان. كيف حالكم؟ أتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله وبحول الله سأقدم لكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة إن شاء الله لتنظيف القولون والتخلص من كل الميكروبات التي قد تتواجد به والفضلات التي قد تتواجد بالقولون. أولا وفضلا، إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب، لا تنسي الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله، وشكرا جزيلا لك. نمر الآن بحول الله إلى التعرف على المكونات الطبيعية المفيدة والفعالة في تنظيف القولون. فلدينا المكون الأول في هذه الوصفة وهو العسل، وسنحتاج إلى المكون الثاني في هذه الوصفة فهو عصير الليمون. فكل هذه المكونات جد مفيدة وفعالة لتنظيف القولون، فكل ما عليك هو الاستمرار في استخدام واستعمال هذه الوصفة لتنظيف القولون بشكل طبيعي دون استعمال واستخدام الأدوية. فأما فيما يخص طريقة استخدام هذه الوصفة وطريقة استعمالها لتنظيف القولون بشكل طبيعي فهي جد سهلة وبسيطة. فكل ما عليك هو تحضير كوب من عصير الليمون أو الحامض، ثم تضيفين له ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي، ويمكنك إضافة القليل من الملح كذلك لهذه الوصفة أو الخلطة الخاصة بتنظيف القولون، ويتم شرب هذا العصير أو هذا المشروب مرة واحدة فقط في الشهر، فهي تعمل على تنظيف القولون بشكل جيد جدا وإزالة كل التراكمات والترسبات التي قد تتواجد على مستوى القولون وحمايته أيضا من الإصابة من الأمراض المزمنة. ويمكنك أيضا أخذ هذه الوصفة أو المشروب الصحي الخاص بتنظيف القولون لحماية القولون من الإصابة بالأمراض المزمنة. وكما قلت، يمكنك استعمال أو استخدام هذه الوصفة الطبيعية الخاصة بتنظيف القولون مرة واحدة فقط في الشهر، فهي كافية لتنظيف القولون بشكل جيد جدا والحصول على نتائج جيدة والتخلص من ألم القولون الحاد والتخلص من كل التراكمات والترسبات التي قد تتواجد على مستوى القولون. كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بتنظيف القولون بشكل جيد جدا من كل الترسبات والتراكمات. أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آراءك واستفساراتك حول هذه الوصفة. وإذا كان لديك أي طلب معين حول وصفة معينة، يمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله. وإذا أعجبك محتوى الفيديو، لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب لكي تعم الفائدة. ولك مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.